النهارده بنقدم في مدرسه الابداع او كليه الابداع في جامعه رايرسون، وهي جامعه هتبتدي السنه دي ان شاء الله فرع ليها في مصر في العاصمه الاداريه في مقر جامعات كندا مصر. وجامعه رايرسون هي مصنفه رقم واحد في كندا من حيث الابداع والابتكار. اهم حاجه في جامعه رايرسون وبالذات في كليه الابداع ان احنا بنركز مش على الابداع كابداع في المطلق، ولكن احنا بنتكلم على الصناعات الابداعيه. فانا ما بتكلمش على احنا بنعمل فيلم، لا، ده انا ببص على صناعه السينما كلها، وببص على الانتاج ككل، وببص على ازاي اقدر اخلق قيمه مضافه، وازاي اقدر اخلق فاليو للصانع وللمجتمع ككل. الكرييتيف اندستري ناقصها ماركت، لان الماركت بتاعنا لسه صغير ولسه بيكبر بالنسبه للكرييتيف. يعني احنا بقينا سيرفيس ماركت كويس جدا، اي حد عنده اي ابلكيشن او اي تطبيق بيكون بيساعد الناس ان هي حياتها تبقى اسرع، الابلكيشن ده بينجح بقوه. فاحنا وير فيري سيرفيس ماركت، بس احنا وير نوت برودكت ماركت، لا لسه، عشان احنا مش ماركت بيخلق ترندز وبيخلق موضه وبيخلق حاجات زي كده. احنا دايما بنشوف ايه اللي موجود بره وبنكون بنعمله وبنفولو. انا حاسه انه مصر طبعا فاهمه جدا قيمه ومعنى كلمه صناعه سينما، واحنا من اوائل الدول في المنطقه ويمكن من اوائل الدول في العالم اللي الصناعه فيها بمفهومها الاصيل لكلمه صناعه، ولكن وبنشوف مواسم مثلا العيد لا بنبقى جاهزين وهكذا، ولكن يمكن ان احنا محتاجين نرجع تاني ان احنا لانه الدنيا اتطورت في مفهوم صناعه السينما، فمحتاجين نشوف الماضي اللي اتطورت لغايه فين، سواء في امريكا في اوروبا حوالينا في الدول العربيه حوالينا. يمكن بقى في ادوات جديده وفرص مختلفه محتاجين نقتنصها ونبص عليها. لو جينا لنا الافلام اللي موجوده حتى في السينمات او الافلام اللي موجوده عامه في انتاج مصر، بنلاقي دايما ان الافلام حلوه جميله متنفذه كويس فيها انترتينمنت فيها كل حاجه، بس بتكتشف ان انت مش قادر تكمبيت او تنافس مع افلام تانية من الوطن العربي، افلام تانية من بره وهكذا. فهرجع اقول ان ده سببه بالاساس القصه، يمكن من الاول خالص من قبل حتى الاخراج. فاحنا الكتاب اللي موجودين محتاجين يكتروا، محتاجين يبقوا دايفرستي اكتر، محتاجين يبقوا مختلفين حتى في طرق كتاباتهم ويكتبوا باشكال مختلفه، مش بس عشان يعني عشان نبقى بنعمل فيلم الناس تشوفه، بس كمان الفيلم يكون فيه جزء ارتستيك حقيقي يخلي الفيلم ذو قيمه. يعني